هاي حبايبي كيفكم؟ بالكمامة شوفوا بتاكلوا تاكلوا بزر ترى بالكمامة تعملوا هيك شوفوا بزر اهم شيء المونة طبعا بالعلباية عادي تعملوا هيك بزر تركزوا هاي تاكلوا طب والقشر؟ هون ورجيني على سر الخطة لا هاي قلبي قلبي جن جن وجن قلبي قلبي جن دقاته ايوه بده يقول لك يا عمري انك انت حياته ايوه حبايبي شوفوا ميكي ماوس الجو اليوم شلون ابو النور ممطر شو ممطر مطرك مشمس عم ينهف ياي عم تنهفي معه عم قول لمين طالع نهفة سامو شو صورتها؟ شو؟ روح تصوري مع ميكي شو اسمه شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو؟ ولي حبايب قلبي كيفكم شو اخباركم؟ للناس اللي ما وصلوا اشعار الفيديو الجديد بس يرفعوا شلفوه وروحوا شوفوه يا حبايبي بدي منكم طلب صغير انشروا رابط الفيديو بكل مكان شوفوا التحدي الله يسعدكم يا رب الكل اللي حط عليه لايكات كيف نوصل الكومنتات هلا من هو اول بي حاليا نحن بسفينه جولدن نايت على ابو سعود شفت المناظر الحلوه عرض خاص من جولدن نايت وصلوا معهم الصبحه كل شيء باسطنبول يطلع معهم يوم السبت في عرض خاص راح يكون معهم يوم السبت انا كيف ابو سعود نورت نورت يلا ابشر ابو سعود حبيبي واخي هلا حبيب والله حيو مع السفينه اجواء ما احلاها شوفوا 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 هون المطربين مطربين هاي الشباب الطيبه هون راح احاول اكون معكم هون يوم السبت بدي يحجز عن طريق اخويا ابو سعود عن طريق هذا الحساب اي شيء وشو بتعمل له ستوري ستوري مو قيمته الشيء على فكره واذا كان بيستاهل طبعا وعنده خدمه حلوه الحياه مو كلها مصاري عشان هيك يا جماعه اي حدا بتعرفوه محتاج هيك شغلات انا جاهز ادعمه بنص محله بالتوفيق لكم اليوم ان شاء الله عم بشتغل لكم عميد جديد على اليوتيوب وكمان حنزل اغنيه على الانستغرام ستوري طلع 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 شو جبت امبارح استنى شوي سيبكم الكراكيب بس رؤوس إضاءة وكروما عصير استخدمه بالفيديوهات إشي أوكي أوكي أنا آسف يا جماعة حبعتذر منكم يعني أنا إنسان بغلط آسف إنه تأخرت في فيديو كبسات الحمام بعرف إنه كلكم بدكم كبسات الحمام كل التعليقات عندي وين كبسات الحمام كل المسجات كبسات حمام يا جماعة آسف تمام كنت كثير معجوق الفترة الماضية أنا مو متعود على حياة اليوتيوبرز هاي في آخر فترة عم بحكوا مع الشركات الكبيرة وبدهم أنا أعمل دعاية وأبصر شو وبكتب إيميلات وعم بعمل تدريب كوميديا كتابة كوميديا عم بتدرب وقتي كثير فالشخص اللي بدي أصور معه فيديو كبسات الحمام هو ناجي فاضي بكرة نصور فيديو كبسات الحمام إذا ما بصوره حخسر نص متابعين الموضوع تحرج بعرف انه هاي ولا شيء بس اعتبروها تصبيرة هاي طيب يعني هي بس هيك على السريع تركبوا يا جماعة لا تقلقوا ما راح اصير زي هذول بينزلوا خمس دعايات في اليوم لانه ساعتها انتوا كلكم حتعملوا سكيب فيش فايدة صح هاي مش داعي بس ممكن مثلا داعي كل اسبوع اسبوعين تكون اشي حلو انت تحبوه تحضروه وكمان الشركة تستفيد يعني بالاخير صح